احنا مقبلين على الثانويه العامه؟ يمكن في مخاوف كتيره جدا من طلبه الثانويه العامه. هل يا ترى النهارده لو انا كان عندي التابلت والتوقيت فصل او النت فصل هيكون رد فعلي ايه؟ هل يا ترى بالنسبه لحضرتك النهارده الاستعدادات بالنسبه للثانويه العامه هل هيكون تابلت ولا هيكون ورقي؟ حضرتك النهارده بدايه الامتحانات التجريبيه مماثله تماما ومناظره تماما لامتحانات اخر العام. الطلبه موجودين في اللجان، احنا شفناهم بعينينا، معاهم التابلت ومعاهم البابل شيت الورقي. الطالب بيجاوب بالطريقه اللي هو عايزها، عايز يجاوب على الورقي فقط براحته، عايز يجاوب على التابلت براحته. معظم الطلبه في منهم ساب التابلت واشتغل على الورقي، ففي حاله انقطاع الكهرباء او عدم توصل التابلت للنت او اي مشكله فهو بيجاوب ورقي في البابل شيت، وبالتالي الطالبات والطلبه قاعدين في اللجان مرتاحين جدا وهادين جدا. الحقيقه الامور ماشيه بمنتهى السلاسه، واحنا بنشكر فخامه رئيس الجمهوريه طبعا ان هو سمح بهذا الارتياح للطلاب، بحيث ان الطالب عليه ان يختار اذا كان يجاوب ورقي او يجاوب في التابلت. واعتقد معالي وزير التربيه والتعليم نزل فيديوهات كثيره ونزل تعليمات كثيره بحيث ان هو يطمئن الطلاب، بحيث ان الطالب هيختار ويكون له راي، والطريقه اللي هتريحه في الاجابه هيحققها بنفسه. انا بطمئن اولياء الامور وبطمئن الطلاب بتوع الثانويه العامه ان الامتحان ان شاء الله ساير على اكمل وجه، وان الطلاب قاعدين في اللجان النهارده مرتاحين جدا، وان الطالب هيختار الطريقه اللي هيجاوب بيها سواء على البابل شيت او على التابلت او الاثنين مع بعض. يعني في بعض الطلبه لقيناهم بيجاوبوا على الاثنين، بيجاوب في البابل شيت وبيعلم على الاجابه اللي اختارها على التابلت، ونفس الاسئله اللي موجوده على التابلت هي اللي موجوده في البابل شيت. فان شاء الله امتحان النهارده يكون تجربه والطلبه تطمئن بحيث انهم يبداوا امتحانات اخر العام في سلام.